مدينة الجابية. هو احتجاج معارض لمدينة مصراتة ضد مدينة تورقة. هم وقفوا أهالي تورقة، منعوهم من الدخول إلى مدينة تورقة، وذلك بسبب القرار سيد السراج، منعوهم من عمبات ان احنا ما نبوش القرار سيد السراج. وللاسف يعني نتمنوا ان يكونوا معانا ومش ضدنا، نتمنوا ان اهالي تورقه كلهم يردوا لاراضيهم. حسب كلام اللي جانا من اهالي تورقه اللي موجودين حاليا في منطقه سرت، قالوا ان منعوهم من الدخول، كانوا موجودين في مدرسه وطلعوهم مدرسه، قالوا ان على اساس ان اهالي مصراتة جايين. عشان ما يدخلش اي حتى ورغي فيها. فنتمنى ان السلطات الامنيه تتحرك، نتمنى ان الشعب الليبي يتحرك. هي مش مساله شخصيه، ولكن هذه مساله وطن وليبيا وتورغه. كنا ليبيين وكنا نحس ببعضنا. نتمنى ان السيد السراج يتحرك في من اجل اهالي تورغه، لانهم بجديات يعني ماساه بالحق ماساه، ويكفي انهم تعرضوا يومين هم قاعدين في الطريق ومنعوهم من الدخول.